شفنا كثير قصص لشباب وشابات الوطن وهم بكل شغف وإصرار بيحولوا هواياتهم إلى مشاريع صغيرة. معنا اليوم في هذه الفقرة تحديد النموذج لسيدة سعودية طموحة بدأت من مهرجان ورد الطائف ووصلت بإبداعها إلى باريس. خلونا نتعرف عليها أكثر وعلى تفاصيل هوايتها وكيف قدرت تحولها لمشروع صغير وإن شاء الله يصير مشروع كبير. أرحب في الاستديو بضيفتي أمال العتيبي ضيفتنا جميعا. أهلا وسهلا فيك يا أمال. أهلا وسهلا فيكم. نورتينا. أنا اللي سعيدة وجودي معكم اليوم. أهلا وسهلا. يعني بصراحة قاعدين نشوف إبداع وأشياء جميلة وفي مفاجأة، يعني هو في مو أي مشروع. يعني صراحة أنا حبيت أنه أنت دخلتي فيه حاجة تخص الوطن وشيء بيعبر برضو عننا وعن هويتنا خاصة في مدينة الطائف. كلميني في بداية أمال عن فكرة هذا المشروع، كيف بديتي مهرجان الطائف؟ بديت أول بداياتي كانت في مسابقة سوق عكاظ، وكان في بدايات اكسسواراتي طابع تراثي. بعد كذا انتقلت لورد الطائف، شغل ورد الطائف. طيب أمال لو نحكي شوي عن أنا أول شيء لابسة من أمال أهدتنا سلسال في ورد طائفي، يعني من داخل ورد طائفي، فكثير حبيت وكلك ذوق. شكرا لك أمال. أبغى أسألك عن الأشياء التراثية، كيف تختارين الخامات حقها، كيف تقدرين تصنعينها؟ لأنه أحس الأشياء التراثية مرة صعبة. هذه أخذتها هواية من الطفولة، طبعا الوالدة عندي الله يحفظها إن شاء الله كانت تطرز اللبس البدوي، اللبس القديم، فأنا تعلمت منها التقنيات التطريز، المشغولات التراثية زي هذه اللي احنا شايفينها، زي هذه أيوة اللي هي التطريز والسد والخرز. بعد كذا بدأت أصمم طريقة تناسبنا إحنا، تناسب جيلنا إحنا. جميل. مو الجيل القديم. يعني حابة أني أجدد التراث بشيء يناسبنا إحنا نلبسه يوميا. بتسألين الوالدة الحين يا أمال؟ بتسألين الوالدة بطريقة أصلية؟ لا بالعكس، يعني بالعكس أعجب الوالدة أنه حكاية أنه لأنه ما عاد يلبس اللبس التراثي القديم. يعني والله ندوره يا أمال. يعني خالة حنا ندوره، استمري توصل معي انبساطي. اسلمي أمال. زي ما ذكرتي يعني أنت دامجة التراث بالحداثة، وهذا الشيء اللي نبغاه. احنا نبغى نفضل نلبس لبسنا التراثي ولكن بطريقة عصرية. يعني زي هذا الاكسسوار اللي أنا شايفته هنا، التعليقة هذه، هذه عجيبة على تيشيرت أبيض وجينز. هذه المفروض أنها تكون في مطاراتنا، المفروض تكون موجودة للسياح يقتنوها، لأنه حاجة بسيطة لكن فيها كده عمق تراثي رهيب. صحيح. يعني كلها من صحيح. من تراثنا تحسيها، وفوق كده كاجوال بتقدري تلبسيها مع تيشيرت. أنا اليوم لابسة أبيض، يعني ممكن أستعرضها لك. روعة روعة. ممكن اليوم أنا الموديل حق أمال. أبغى أسألك يا أمال، يعني أنا اللي لاحظته أنك استخدمتي خامات حقيقية. يعني إحنا بنشوف هنا الوردة الطائفي، نفس الوردة أنت دخلتيها في وخليتيها أننا نحتفظ فيها. هذه الأشياء اللي نبغى نشوفها في مطاراتنا، لما نجي السائح ولا الزائر ياخذ من ارض المملكه العربيه السعوديه هديه تعبر عن تراث ثقافتنا وتراثنا وبلدنا. صحيح. كيف قدرت تدخلي الورده زي كذا وتحتفظي بها؟ هذا شغل خاص. هذا عن بطريقه ماده الرزن. بس طبعا زي ما قالت الاخت، انا جفف الورده بشكلها الطبيعي، ما احب اني يعني اغير فيها، فاحيانا اجد صعوبه لانه طبعا اجفف الورد بعد موسم القطاف، لأنه إذا طول لموسم القطاف، يعني مثلا قطفنا الورد الطائفي وقعد فترة طويلة يعني ممكن سنة، يتغير اللون، فلازم أنه أول شهرين بعد قطاف الورد أني أبدأ أشتغل فيها عشان تحافظ على اللون. يحافظ على اللون والشكل. جميل. وطبعا طريقة تجفيف الورد طبعا تختلف من طريقة لطريقة. يعطيك العافية أمال. يعني الأمانة قاعدة أشوف كمان مو بس إكسسوارات، حتى أقلام، ومثل ما ورتنا ريم قبل شوي اللي هو مش تعليق حقت المفاتيح. فيعني حتى مو بس للبنات، حتى للشباب، للصغار للكبار، يعني ممكن أن أي أحد يقتنيها. لكن هذه الأشياء هل أنت تسوينها بيدك أو متعاملة مع مصنع؟ لا، في طبعا في بعض الخامات تكون جاهزه، بس في الاشياء اللي هي الاكسسوارات نفسها او القطعه نفسها انا اشتغلها بيدي، مو شغل مصنع. يعني بس زي القلم، ممكن انه الجرم حق القلم شغل مصنع، بس القطعه اللي فيها الورد لا، انا اللي اشتغلها بنفسي. طبعا اغلب عملائي هم المرشدين السياحيين، يعني اغلب داعمين لي هم المرشدين السياحيين، هم اللي يقتنون مني الاشياء ويقدمونها كهدايا تذكاريه للسياح، واللي اوجه لهم تحيه هم يعرفون انفسهم اكيد طبعا. انا بصراحه
منبهرة ومعجبة فيهم كلهم. فهمت الاكسسوار القلم اللي عرضته مها، فهمت الفكرة، وفهمت برضو الديزاين اللي زي كذا أو اللبسات لنا هو رندا الآن، لكن هذه بخور، هذه قطعة عودة. أي الله ورينا يا عبي. نفس السلسال اللي عندنا مرة حلوة ما شاء الله. في برش هذه إذا بغيت تشب بأحد على طول تولع ذي إبداع. الحين هذه يعني يمديني أبخر فيها ولا لا؟ أي ممكن صدق؟ تقعد فيها ريحتها يعني؟ اي بس انه شفتي تفرق بشكلها تمرري. لا تمرري شوي كذا يعني بطريقه الريحه خفيفه تطلع. اي ما شاء الله هتكون الريحه حلوه، عشان كمان مثلا سوفينير زي ما ذكرنا في ريم في البدايه، يعني هذه افكار فعلا هتكون رائعه كسوفينيرز للسياح. يعني هذا البزنس ينشط انا اعتقد في المطارات زي ما ذكرنا، مداخل ومخارج مدينه الطائف تحديدا، في أماكن التراثية العلا مثلا، سوق عكاظ والمهرجانات الكثير اللي ما شاء الله عندنا. سوق موسم الرياض أنا شاركت فيه، أول بداياتي كانت في سوق عكاظ، يعني كانت مجرد هواية. بعدين أوجه تحية لمديرتي في المدرسة، هي اللي قالت لي شاركي في مسابقة سوق عكاظ. فعلا شاركت وأخذت المركز الثاني للابتكار الحرفي سنتين على التوالي، جائزة المركز الثاني. ما شاء الله صراحة أنا أهنيك يا أمال، يعني شغل جدا رائع. لكن خلينا نتكلم عن أنك كان هواية وكان لقيت دعم كثير من اللي حواليك، بس قررت أنه أنت تحولي المشروع وأصرت على هذا. أكيد إلا ما تقابل أي مشروع صغير بعض التحديات، بعض الصعوبات اللي ممكن تكون مواجهة لك، إيش صار معك وحاولتي وفعلا تعديتي؟ طبعا يعني أغلب الصعوبات هو أنه شغل يدوي، طبعا الشغل اليدوي ياخذ وقت، فانه صعب يعني ان اكون اسوي كميه كبيره في وقت قياسي، فهذه يعني الصعوبات اللي تواجهني، وبالاخص انه يعني انا ابغاها تكون حرفه يدويه، يعني شيء يدوي، يعني شيء ملموس يدوي. جميل. هذه يعني ما شاء الله هو في اقبال، عشان كذا في الشغل اليدوي بتلاقي شويه صعوبات انك توفري لهم في الوقت المناسب. أمال المعروف على مستوى العالم لما يكون الشيء صناعة يدوية ومحلي بيكون له قيمة أكبر، وبيكون المفروض أنه يتعامل كقطع يونيك أو مميزة جدا، مش شغل مصانع، وهذا الشيء اللي بيميز قطعك. ما شاء الله تراث، أصالة، فخامة، جامعة كل شيء، وصناعة يدوية. يعني أنا مبهورة في هذا الموضوع. أنت حضرتك من الطائف، وشكراً أنك جيتينا مخصوص من الطائف، والطائف طبعاً معروفة بمعارضها ومهرجاناتها. كلمينا عن المهرجانات اللي شاركت فيها والمعارض، سواء محلياً في الطائف أو حتى دولياً. الحمد لله يعني كانت لي مشاركات يعني داخل الطائف وخارج الطائف، منها سوق عكاظ، مهرجان الورد الطائفي، موسم الطائف. كمان مشاركة خارجية يعني خارج المملكة، كانت مشاركة قطعي في باريس. وكان الشكر للمرشد السياحي والأستاذ أحمد الجعيد، هو اللي كانت فكرته أنه يأخذ منتجاته ويعرضها في معرض ورد الطائف في باريس. الله. كيف كان إقبال الناس على كان جميل يعني حلو هذا. يعني شيء غريب، يعني أول حاجة كان مقتصر في الطائف فصار خارج الطائف، يعني هذا الشيء اللي كان جميل في الموضوع. جميل. طيب أمال خلينا شوي نتكلم، بما أن يعني ما شاء الله وصلت للعالمية وشفنا الإقبال، وهذا أصلا اللي نبغاه، وهذا اللي إحنا نطمح له، أنه إحنا نوصل تراثنا، نوصل يعني الأشياء من أرضنا، مثل ما ذكرتي الورد الطائفي، العود، هذه الأشياء يعني ما نحصلها في أي مكان في العالم إلا هنا. فالسائح اللي بيجي فعلا راح ياخذ هذه الثقافة معاه، وبذلك يعني الناس يتعرفون. فإحنا نشكرك للأمانة على هذه الأشياء الجميلة اللي قاعد تقدمينها، لكن كمان يهمنا نعرف عن طموحك، وش حابة تسوي؟ طبعا طموحي أكيد يعني العالمية إن شاء الله، يعني أتمنى يكون اسمي ماركة عالمية، يعني يكون في الوطن العربي ماركات عالمية زي الماركات الأجنبية. يعني هذا الشيء اللي أطمح له إن شاء الله. أكيد طبعا إحنا نتمنى لك كل التوفيق أمالة تيبي، يعني وشكرا يعني على الأشياء الحلوة والجميلة، وإحنا نتمنى نشوفك يعني بإذن الله تمثلين السعودية والبراند أو الماركة السعودية خير تمثيل. شكرا لك. العفو، شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم لي اليوم، أنا سعيدة بتواجدي معكم. أكيد. مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم، ونذكركم أنكم تتفاعلون وتشاركونا على هاشتاغ برنامج سيدتي. فاصل ومن بعد أكيد نكمل.
كل عام الوطن بخير، 90 سنة أمن وأمان. كل عام الوطننا وشعبنا كله بخير إن شاء الله سنين قدام. أول شيء أهني خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين على هذا السنة الجديدة 90، وإن شاء الله كل المملكة في زود، لا شعب ولا حكام، ومنها إن شاء الله الأفضل، كل سنة في زود إن شاء الله بإذن الله، ولا أهم غريبة على المملكة وعلى شعبها الطيب، ما مع حكامهم مع أسرتهم، الله يوفق الجميع وألف ألف سنة طيبة إن شاء الله للجميع. أهني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني ولي عهد الأمين، وأهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، ونقول إن شاء الله عسى الله يديم علينا كل سنة وكل عام إن شاء الله. دار من حبك الله يا